التقيت ب 8 دكاترة من القطيف. القطيف وين؟ تدرون بعد مؤمنين ومو ذاك الصوت. ذول 8 دكاترة قبل 8 سنوات التقيت بهم بالنجف. يجوني طلقوا الباب، انت فلان؟ قلت لهم بدي. تسمع لمن نلتقي وياك؟ قلت تفضل. قالوا احنا خريجين اي تخصص من قبل الحكومة السعودية، خريجين إدارة توزيع الغذاء. وبعثتنا الحكومة السعودية إلى أمريكا وأخذنا الدكتوراه. والآن من ذاك الوقت يعني لما صرنا خريجين، إحنا غرفة السيطرة لتوزيع الغذاء في موسم الحج. كم موسم الحج؟ 4 مليون حاج. توزيع الغذاء في مكة والمدينة. قال لي شيخنا أنت تدري أن الحج من يديره؟ ما تديره الحكومة السعودية، تديره 7 دول عظمى. طبعا الموظفين السعوديين غرفة السيطرة دير الدولة العظمى الفلانية، الجيش كذا، المخابرات، الأمن، المرور. خطط سيطرة من غرف سيطرة من 7 دول. ومع ذلك الحج يقع فيه أزمات مرورية وصحية وضحايا. هم قالوا يوم 8 من ذي الحجة إلى سنين، كل ما نريد نتفادى أزمات التموين الغذائي تقع الأزمة، كأنما الله يتحدى. مع أن اللي يشرف عليها دولة الدنمارك حسب كلامه. قال هذا الذي عادلين قاموا يبشونهم. طبعا ثمان دكاترة قال احنا نلمس معجزة انتم ما تدركوها، هاي تخصصنا كيف تموين. ثم في مكة المكرمة والمدينة المنورة يوزع الغذاء بفلوس مو مجان على السوبر ماركت، مراكز التوزيع. ثم مراكز التوزيع تطشها بين الناس بفلوس، ومع ذلك يقطعوا عزمة. شلون يعني اسبوعين على مدار 3 وجبات مجانية ما يقع أزمة غذائية؟ هاي غير معقول. قالوا اكتبوا هالمعجز. مو معجزة، هي مو معجزة غيبية يعني غير محسوسة. شو معجزة شنو؟ أنا قلت لبعض المسؤولين الآخرين قالوا هم مشتبهين. أولا مو اسبوعين 3 أسابيع، ثم مو 3 وجبات، على مدار الساعة وجباكم 24 ساعة وجباكم مشتبهين دول. أحد السادة نخليه عن محافظ كربلاء، مو هذا اللي ولا قبله ولا قبله، آخر سنة من محافظ كانوا محافظ، يقول له السيد، يقول له صدقني سيدنا المواكب 200 طن فائض غذائي بعد 40 موجود. ماما يوسف وزعناها بين الفقراء. هذا النظم صدفة هوسه من يديرها؟ دولة من هذه؟ لما يقولك الأئمة أكفاء في إدارة الأرض، هاي معنى. لما يقولك إمام صاحب العصر والزمن يملأها قسطاً وعدلة، عيناً قاعد ترى من سنة 2003 إلى الآن قاعد يشوفون عيناً كيف تدار الأرض بلا مشاكل، بلا أزمات، بلا حروب. أنتم شوفوا شايفين شرطة تحرس ذول الزوار الملايين في البراغي؟ من يحرس؟ هذه يا دولة لا شرطة بيها لا جيش بيها وأمن وأمان. مو كافي عشان نلمس دولة المهدي يعني ما هي؟ دولة الحسين ما هي؟ دولة أهل البيت ما هي؟ دولة النبي وآله ما هي؟ وهذا مع المعوقات لمجيء الزوار وكذا، ولا هي تصير زيارة عالمية أصداء في كل العالم يخافون.
يخافون يصير أصلاً في العالم. ليش؟ اليابا هاي دولة، دولة عجيبة، دولة النبي محمد، هي دولة عجيبة، دولة عجيبة.